جميع الروايات الموثوقة تؤكد أن عائشة زوجة الرسول لم تكن لا في السابعة ولا في التاسعة بل في الثامنة عشرة، بل وكانت أيضا مخطوبة من رجل آخر قبل زواجها من رسول الرحمة محمد صلى الله عليه وعلى آله. يجدر من القول هنا أنه عندما أتت امرأة فخيرت رسول الله بين امرأتان أجاب صلوات الله عليه وعلى آله سليهن أيهن تقبل بي، وطبعا قبلت سيدة عائشة أم المؤمنين برسول الرحمة محمد صلوات الله عليه وعلى آله الأطهار أجمعين. إذن كانت قادرة على صنع القرار، وكانت مخطوبة من رجل آخر قبلا، وهذه كل هذه الروايات تؤكد أنها لم تكن لا في السابعة ولا في التاسعة. ويجدر القول أيضا أنه في الإسلام لا يمكن الزواج من أو الدخول بامرأة لم تبلغ، بل ويجب أيضا موافقة المرأة على الزواج. وعندما نتحدث عن موافقة لا نتحدث عن موافقة ثملة، يعني لا تشرب بعض الخمر ثم تأتي وتقول أنا موافق أو أنا أود هذا الزواج، هذا لا يدعي. نقطة أخرى هي ماريا القبطية، والتي كانت هدية من ملك الأقباط لرسول الرحمة محمد صلوات الله عليه وآله، كانت هدية من ملك الأقباط، يعني كانت ملك يمين وتزوجها رسول الرحمة محمد بعد أن أسلمت. وجميع الروايات تؤكد في الحقيقة أنها كانت أصغر زوجات الرسول، وطبعا أيضا لم يتزوجها حتى أسلمت ولم تكن صغيرة السن أيضا. فنحن في الإسلام في جميع الحالات يعني يمكن الزواج بعد أن تبلغ المرأة، ونعرف أيضا أن فتيات تلك الأيام، بل وليس فقط تلك الأيام، فتيات في يعني قبل 100 سنة أو حتى أقل، يعني إن تسأل أمهاتكن أو أجدادكن، كانت النساء تنضجن قبل سن اليوم. يعني عندما نتحدث عن النضج هنا نتحدث عن النضج يعني النضج العقلي، يخبزن ويطبخن و و و. وهنا يجدر القول أنه نحن لا نقول، بل ونحن نؤكد أن السيدة عائشة كانت في 18 أو أكثر. جيد، نقطة أخرى، نقطة أخرى، لم يتزوج الرسول أي مرأة في حياة السيدة خديجة عليها السلام ولا واحدة. وبعد وفاتها تزوج الرسول طبعا، ولكن يجب التأكيد على بعض النقاط. أولا، زيجات الرسول وحدت القبائل المتناحرة من 9 قبائل متناحرة إلى أمة واحدة، لأن كل زوجة من أولئك الزوجات 9 انتمت إلى قبيلة مختلفة، وتلك الزيجات وحدت القبائل المتناحرة لأمة واحدة، لأنه أصبح هناك ارتباطا بالدم بين القبائل، يعني ارتباط من خلال ابنة أو فتاة امرأة من هذه القبيلة أو تلك كانت متزوجة من رسول الرحمة، وهكذا وهكذا أصبح هناك ترابط بين القبائل. ثانيا، سهلت نشر الإسلام، لأن لم يكن هناك أعلام أو تلفاز أو في تلك الأيام، وبهذا سهل بل سهل نشر رسالة الإسلام بين القبائل أو بين الأمة الإسلامية في الحقيقة. ثالثا، جميع زوجات الرسول طبعا ما عدا عائشة وماريا، ماريا كانت ملك يمين كما نعلم، كانوا من المطلقات الأرامل والكبار في السن، وهذا أكد على إنسانية المطلقات والأرامل بحد قوي،
يعني بالإطار العام عندما يتزوج الرسول من أولئك الزوجات التي جميعهن في العام الأغلب كانتا كبار في السن مطلقات وأرامل، أكد على إنسانية هذه النساء، يعني يمكنكم بل ويجب الزواج من المطلقات والأرامل و يعني أكد على إنسانية هذه الناس أو هذه النساء. لذا زيجات الرسول، كي نختصر هذا الحديث، زيجات الرسول كانت أولا 9 ليس أكثر. لم يكن أي من أولئك الزوجات في عهد أو في حياة السيدة خديجة أم المؤمنين عليها السلام. السيدة عائشة لم تكن في 7 أو في 9، بل كانت في 18، وكانت مخطوبة من رجل آخر، وهي من اختار رسول الرحمة محمد صلوات الله عليه وعلى آله الأطهار. لا يجوز في الإسلام الدخول أو الزواج من امرأة لم تبلغ بعد، والموافقة يجب أن تكون عن معرفة وليس موافقة ثملة. يعني الثمل تحت تأثير الخمر لا يمكنه أن يوافق، والخمر هو موضوع آخر. نقطة ثانية يجب التحدث بها هنا سريعا، أن الأحاديث الكاذبة لم تبدأ اليوم، بل حذرنا القرآن الكريم من الأحاديث الكاذبة ومن المنافقين، أن هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. إذن الأحاديث الكاذبة لم تبدأ اليوم، بل بدأت منذ زمن، والبعض يظن أن الأحاديث الكاذبة دست في ذلك الحين خلص وانتهى. لا، الأحاديث الكاذبة لا تزال تدس يوميا من قبل منافقين عن جهل أو عن معرفة، إصرار وتصميم. إذن فيجب الحذر، يجب الحذر كثيرا. وللغوغائيين فقط أقول لهم: اقرأوا ما في كتبكم، انظروا إلى المرآة قبل النقد. ولذلك تكملة في حديث آخر.